حياكم الله. 9 سنوات مرت وذاكرة التاريخ مفعمة بإنجازات وبصمات يكاد الطرف الآخر تغيبها، لكن ما يعلم أنه شمس الحشد لا تحجب بغربال. الإرهاب يداهم المدن الآمنة ويستبيح البلد، والموقف حينها كان مخجلاً ممن سلموا أراضيهم بيد الإرهاب، إلا أن المرجعية الدينية لم تقف مكتوفة الأيدي حتى على نداؤها بفتوى سحقت كل المخططات الإرهابية، وما تزال إلى يومنا هذا هي الوجه الآخر لاستهداف الحشد، تمثلت بأقلام مأجورة، وسائل إعلام صفراء منساقة ومتماهية مع التنظيم الإرهابي، تشن حملات للتشويه والإساءة للمدافعين من أبناء الحشد الشعبي. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة، فإن العراق ومصر يبحثان عن شراكة طويلة الأمد وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري في العديد من الملفات اللي حجزت لها الركن الأساس في المباحثات الثنائية، وصولا إلى تحقيق التكامل وترجمة المخرجات إلى واقع أعمال ملموسة بما يحقق التنمية الشاملة. ما اقتصرت هذه العلاقات المراد تعزيزها على هذا المسار، بل سعت بغداد إلى لعب دور الوساطة بين القاهرة وطهران في محاولة لتسوية القضايا المختلف عليها والتمهيد لإعادة زخم العلاقات وفتح قنوات الحوار. وقد يسفر الأمر عن ترتيب طاولة حوار في بغداد بعد تبريد ما هو ساخن قبل استئناف نشاط العلاقات. هذه ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. ألف لام حاء شين دال، وأشرق العراق بنور حشده ليزيح سحاب الظلام الإرهابي بفتوى أرادت حفظ البلد وصون كرامته. ذكرى التأسيس فخر يعتز بها العراقيون في كل سنة لتبقى في ذاكرة الأجيال، إنجازات وصولات ميدانية وحتى صولات إنسانية وخدمية لا يفرق بها بين المكونات لأبناء هذا البلد. مشاهدينا، خلونا نفتح هذا الملف المهم ونشارك الحشد الشعبي في عيد التاسع، بعد أن نتابع تقرير الزميل نهى الشمري. في مثل هذه الأيام قبل 9 سنوات، قادمون يا بغداد شعار رددته المجموعات الإرهابية من تنظيم داعش الإجرامي، وضعت البلد في إرباك ومشهد عصيب بعدما استفاق العراقيون في 10 حزيران على أنباء اجتياح الإرهاب مدينة الموصل ومدن أخرى، حتى وصل إلى تخوم بغداد وكاد يستبيحها. صار البلد على شفا حفرة من الإبادة الإرهابية التي أنبتت مخالبها في شمال وغرب البلاد بمساندة المتخاذلين والمتهاونين في أرضهم وسط ظروف داخلية وخارجية ساهمت في احتضانهم، إلا أن شمس الحشد الشعبي جلت بنورها ظلام الإرهاب وامتداده بفتوى انطلقت من أرض النجف أرعبت عدو الله وعدو الإنسانية، وبزغ حينها نور الحشد الشعبي مدافعا عن أرضه. ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. مخاطر وتحديات دعت إلى تأسيس الحشد الشعبي جعلته يضطلع بدور مهم وفاعل، ويتنامى حضوره الميداني بإنجازات وانتصارات عسكرية كبيرة ومهمة، إضافة إلى دوره في الجوانب الإنسانية والخدمية المتنوعة. فالتاريخ لا ينسى، وإن حاولت الأقلام المأجورة محو بصمات الحشد في حفظ أمن البلد من الخطر المحدق. نهى الشمري، الأيام.
حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين سماحة السيد عمار الموسوي من المديرية العامة للتوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي. أهلا بك سماحة السيد ضيفا كريما، وكذلك انضم معي عبر سكايب السيد ولي العبكاني القيادي في اللواء 30 لهيئة الحشد الشعبي. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك سماحة السيد، نتحدث عن داعش إذ كان يتقدم بسرعة فائقة. المرجعية أصدرت الفتوى، كل شيء في الميدان والإعلام كانت الكفة فيه لصالح داعش الإرهابي. هل كانت المرجعية متيقنة أن الاستجابة راح تكون بهذا الشكل الكبير والحاشد، واللي جعل الحشد الشعبي هو اللوغاريتم الذي قلب المعادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لإمام زماننا وولي نعمتنا ناموس الدهر وولي العصر الإمام صاحب الزمان، وإلى مراجعنا العظام، إلى الشهداء السعداء، عوائل الشهداء الجرحى، عوائل الجرحى، الأبطال المرابطين للدفاع عن العراق العظيم، وإلى شعبنا وبلادنا الحبيبة الذكرى السنوية 9 لتأسيس الحشد الشعبي. الأيام التي مرت على العراق قبل صدور فتوى الدفاع الكفائي كانت أيام مريرة جدا، والجميع شاهدها بأم العين، والتداعيات الخطيرة التي وصلت إليها البلاد حتى وصل داعش إلى أطراف العاصمة بغداد وإلى أطراف كربلاء المقدسة، وكانوا ينددون بالدخول إلى العاصمة بغداد وسقوط محافظة كربلاء المقدسة. هذه التداعيات الخطيرة التي مر بها البلد والشعب لابد من وجود موقف قوي رادع لتلك القوى الغاشمة، وكلنا لاحظنا هروب كبار المسؤولين الذين كان بيدهم زمام الأمور، وهنالك توافد كبير جدا للخروج من خارج العراق وخصوصا في مطار بغداد الدولي، وسرعان ما جهزت الأمور لخروج هؤلاء الأشخاص، لكن هنالك أناس مخلصين بقوا يرابطون ويدافعون عن هذه البلاد. ولكن مع حجم التحديات الكبيرة الموجودة لم تحلق في سماء العراق إلا طائرة واحدة في ذلك الوقت، وكانت طائرة تقول الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، والطائرة الثانية كانت تقول الأخوة في حزب الله اللبناني. مع حجم هذه التحديات الموجودة ووصول العدو إلى العاصمة بغداد وإلى أطراف كربلاء المقدسة، كان صدور فتوى الدفاع الكفائي من خلال خطبة كربلاء المقدسة من مرقد سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه، فكان صدور فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. نعم، السؤال الذي طرحه جنابكم الكريم من أنه هل كانت المرجعية متيقنة من تلبية الجماهير، على مر التاريخ الشعب العراقي الأبي كان ملازم لما تريده المرجعية الدينية. نعم، المرجعية كانت متأكدة أن ذلك الشعب المؤمن الرسالي على قدر الهمة وعلى قدر المسؤولية في التلبية لذلك النداء العظيم، فنجد منذ اللحظات الأولى لصدور فتوى المرجعية الدينية بالدفاع الكفائي هب الملايين من أبناء الشعب العراقي بمختلف الأعمار ليلبوا ذلك النداء ويلتحقوا بصفوف إخوانهم من القوات الأمنية. ولكن مع حجم تلك الأعداد الكبيرة من المتطوعين لم تستطع الدولة استيعابهم وتنظيمهم،
فكان الحضور المبارك والسريع للحاج أبو مهدي المهندس في استيعاب تلك الأعداد. فكانت الاستجابة استجابة كبيرة وعلى مستوى عالي جدا، وهذا الذي كانت تتأمله وتعتقده المرجعية الدينية في الشعب العراقي الأبي. طيب سمحت سيد، خليني أجدد ترحابي بالسيد ولي العبكاني. حاج ولي، نتحدث عن اللحظات الأولى اللي تلت الفتوى، وهذه اللحظات محفورة في الذاكرة العراقية. كانت الحشود المتطوعة هائلة الأعداد، كيف تم السيطرة على كل هذه الأعداد وتوجيهها نحو ساحات المواجهة؟ فئات مختلفة عمريا، مختلفة من حيث المهارات، من حيث التدريب، ولكن اللي جمعهم هو تلبية الفتوى والاستعداد النفسي للدفاع المقدس. السلام عليكم أولا وعلى ضيف الكريم العزيز السيد عمران، حياكم الله. عليكم السلام. وعلى الأخوة المشاهدين أخي العزيز، صراحة يعني إحنا أول أيام الفتوى اعتبارها كانت يعني أول ما بدأت داعش بدأت بسقوط يعني إسقاط مدينة الموقف، فإحنا المنطقة سهلنا هنا أغلبية شيعية حتى نحكيها براين يعني براي الأسلوب، يعني مناطقنا ما سقطت حقيقة، شكلنا يعني ورا ما أنطر الحكم السيد الله يحفظه شكلنا قوة أو نظمنا التنظيمات داخل المناطق اللي تابعة لنا، بس مع كل الأسف مع كل الأسف المقبول هذه الحرارة يعني تفاجئنا بالأخوة اللي كانوا عندهم تفضلات حزبية، الأخوة اللي متواجدة في برطلة وبعض المناطق التابعة سألنا اللي هم الحزب الفات يعني بين قوسين، فاجئونا بعدم تشكيل هكذا قوة ومواجهة داعش. يعني حقيقة احنا تفاجئنا بهاي القضية، وطبعا يعني وضعنا كان وضع يعني مأساة حقيقة، يعني أمامه داعش وهناك قوة عسكرية قوية، يعني احنا مثل ما يقول يعني اختارينا بهاي القضية، ولكن القضية وين؟ القضية كانت فتوى يعني فتوى جهادية بعد، فاحنا اضطرينا شو نسوي؟ ننسحب، يعني لا 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 حول ولا قوة. طبعا مناطقنا ما سقطت من بعد ظروف شهر كامل تقريبا. فالمهم يعني فاجأنا وهذا الشيء اللي عملوه الاخوه الاحزاب اللي كانوا يعني اول مره حقيقه يعني اول مره اول اسبوع يعني كانوا يعتبرون دواعش هم الكبار عشاير، يعني هذا نحكي يعني حتى الكل يعرفني، حتى بعض القنوات الاعلاميه مالهم القنوات الاعلاميه اللي كانوا يعني تنطق اللغه الكرديه هم كل بعض كانت تعتبر هذه قوات الموصل يد هذه العصابات الاجراميه، يعني هم يعتبرون اللي نقول يعني ثوار عشائر، وهذا الشيء مؤسف حقيقه. والمؤسف اكثر عندما انهار الجيش، تعرفون الجيش كان هناك جيش واجهتهم شرناك، يعني الجيش كان فيها اخوه يعني اخوه قيادات كرديه، قيادات شبكيه، قيادات طبيه، قيادات الموصل، قيادات الجنوب، خليك العشائر اللي كانوا بالجنوب. العشائر اللي كانوا بالجنوب يعني حقيقه احتاروا يعني الجيش، يعني الجيش كبعض الضباط يعني. طبعا هذه الساعات الاولى او الايام الاولى واحده اللي تفاجئنا امور اخرى اللي هي شنو، مثلا يعني بعض قيادات الجيش في وقت اللي كانوا بالموصل كانوا ياخذون اوامرهم مو من مدير الدفاع ولا من قياده العمليات، كانوا ياخذون اوامر من قيادات الحزبيه اللي 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 انطوهم مناصب، اللي فرضوهم على هذا القياده عن طريق حزبهم، فرضوهم فرض على 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 قياده عمليات الموصل او على قياده او على طيب او على الجيش العراقي. هذول قاموا ياخذون اوامر من غير جهات، يعني مو من قياده عمليات المشتركه او قياده عمليات هذا الشيء مؤسف. كذلك احنا تفاجئنا مثلا في بعض الاخوان يعني قلت لك يعني بعض القنوات اللي كان تعرف الاعلام له دور كانت تعتبر هذول الثوار، فالقضيه احنا صرنا في حيره حقيقه، واحنا وقفنا بوجه داعش قاتلنا داعش، ولكن قلت لك يعني احنا تفاجئنا بهاي الشغله اللي صارت بيننا وبين بعض الاحزاب الكرديه اللي هم ما قبلوا ان تكون او نوقع تلعب داعش.
فاضطرينا بالانسحاب وثم اللجوء الى جنوب، يعني الى المحافظات الجنوبيه. طيب. حيث هناك كل هذه اللحظات لحظات استذكار لبدايه الفتوى الى حين الانتصار، ولكن سمحت السيد يعني أسأل حضرتك عن استجابة الجماهير لهذه الفتوى المباركة، خلينا نعيش هذه اللحظات، هل ينم عن مدى تمسك الشباب بعقيدتهم الحق وتمسكهم من جهة أخرى بالمرجعية الدينية الرشيدة؟ نعم أخي الكريم، إذا لاحظنا اللحظات الأولى لانطلاق فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف هنالك حضور كبير وواسع لمختلف أبناء الشعب العراقي يلبون ذلك النداء الإلهي. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشعب العراقي هو شعب إسلامي وصاحب عقيدة وصاحب إنسانية، حتى هب يدافع ويلبي ذلك النداء في مواجهة أقوى طغيان عرفته المنطقة. والقضية الثانية هو الاستجابة المستمرة للمرجعية الدينية من الشعب العراقي. كلنا نعرف أن موقعية الحوزة العلمية وموقعية النجف الأشرف وموقعية المرجعية العليا تحظى بتأييد شعبي كبير من قبل الشعب العراقي، ولذلك لم تكتفي المرجعية الدينية في النجف الأشرف بإصدار فتوى الدفاع الكفائي فحسب أبدا، إنما دفعت بفلذات أكبادها من طلبة الحوزة العلمية ليشاركوا إخوانهم في ذلك النداء ويلبوا وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى كانت القتال جنبا إلى جنب مع إخوانهم المجاهدين، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والوظيفة الثانية هي زيادة الروح المعنوية لدى المجاهدين. فكان الشعب العراقي يرى أن المرجعية الدينية حاضرة في أدق التفاصيل، ولذلك كانت تلبية على مستوى عال جدا من الطاعة والإخلاص لذلك الوجود المقدس. طيب أستاذ ولي، نتحدث عن ظرف ساعات ولربما في ظرف أيام، كيف تمكن الحشد الشعبي من قلب موازين هذه المعركة وعاد زمام الأمن بيده وتأمين كل العوائل سواء في مناطق الصراع بل حتى في المحافظات الجنوبية اللي ضحت ما ضحت وأعطت ما أعطت؟ فأكيد يعني حشد قوة عقائدية وتعبون حتى عقيدة محمد بن أحمد هذه الفتوى كان لها دور كبير جدا في نفوس الجاهدين الفتوى، يعني لو كان من غير السيد ماجر يعني تاخذ هيك صدى وتاخذ هيك دور وهيك يعني تقارب الجماهيري وهذا تستهدف السلطان الله يحفظه فتوى مال السيد، يعني اعتقد انه السيد الله يحفظه فتوى ما كان من يمه هو بقصر، يعني كان كثير من المستوطنات، فالقضيه كانت قضيه كبيره جدا حيث وصلت الى هذه القضيه في باب فتوى سماحه السيد الله يحفظه. فالفتوى قلب موازين المؤامرات اللي كانت تحاك او اللي كانت تريد الحق في بلدنا العزيز، سواء كانت مكتبه امريكا او استقرار العالم، كذلك بعض الحكام الخليجيه وكذلك المؤسسات الاسرائيليه واسرائيل والبعثيه ومن لف لفهم. طبعا يعني اكيد طالما هي فتوى قبل السيد السيد له كلام، يعني له دور وله مكان خاص لدى الشعب العراقي. طيب. خلينا نقتبس أستاذ ولي ما مما قاله الإمام السيستاني وتوجه به للسؤال سمحة السيد عمار الموسوي. الإمام السيستاني في وقت سابق قال أن ما بعد داعش هو أعظم ولابد أن
نبقى يقظين ولا نستسلم أمام هذه الهجمات. سمحت السيد، هل يعني ذلك أن العراق يحتاج هذه الفتوى بما ليس له أمد؟ يعني هل انتقلت المعركة إلى الميادين الفكرية ما دام أن الجهاد، جهاد التبيين، لا زال قائما؟ أحسن. أحسن. نعم أستاذ ولي، اسمح لي أن أتوجه بهذا السؤال لسماحة السيد عمار الموسى. تفضل سماحة السيد. أحسنتم أخي الكريم. إذا لاحظنا ما قبل صدور الفتوى، قلنا أن العدو هو عدو كبير وبأعداد كبيرة، وكان يستهدف العاصمة بغداد ويستهدف المناطق المقدسة، كربلاء والنجف الأشرف والهيمن على كل العراق. ولذلك الشيطان بكل مسمياته وتفرعاته قد ظهر في داعش، فكان من المرجعية المباركة وصدور فتوى الدفاع الكفائي. على مدى 9 سنين كانت هنالك تطورات كبيرة في هذه الفتوى، واستمراريتها تجلت وظهرت في التأسيس المبارك للحشد الشعبي. نعم، السيد السيستاني المرجع الأعلى حفظه الله وأطال عمره الشريف تكلم بأن الخطر ما بعد داعش خطر كبير على العراق. وأيضا عندما نطالع الخطابات التي صدرت من المكتب الشريف لسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، قد شخص أن هذه الحرب ما بعد حرب داعش وإعلان النصر هي حرب فكرية، حرب عقائدية، لأن العدو عرف جيدا أن هذا الكيان الذي شكل بمساعدة الدول الاستكبارية التي كانت الداعم الأساسي له قد فشل ذلك المخطط في العراق، فانتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي الحرب الفكرية العقائدية الثقافية. وهذه الحرب الفكرية الثقافية هي حرب أخطر من الحرب العسكرية، ولذلك دعت المرجعية الدينية أنه لا بد من مواجهة ذلك العدوان بالعلم والمعرفة. فتوى المرجعية الدينية المباركة لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، إنما كانت الخطابات التي صدرت من المرجعية الدينية المباركة تقتضي أن ذلك التشكيل يجب أن يدافع عن كل خطر يداهم العراق. الحرب الفكرية والعسكرية والثقافية والعقائدية والاقتصادية والسياسية وفي كل شيء. لذلك نجد استمرارية لفتوى المرجعية الدينية المباركة، لم يقتصر الدور على الجانب العسكري. ولذلك كان الوجود المبارك لهيئة الحشد الشعبي في أنها لم يقتصر دورها على الجانب العسكري، إنما كانت صمام الأمان للمنطقة وللعراق على وجه الخصوص. أستاذ ولي، ما دام أن هذه الحاجة مستمرة لوجود الحشد الشعبي ولوجود هذه المؤسسة، وليس فقط مستمرة بل هي متزايدة بطبيعة الحال، هذا ما يظهر من خلال مشاركتها الواسعة في نشاطات إغاثة، تقديم الخدمة الإنسانية المجتمعية، بل حتى في تهيئة البيئة المناسبة لكل المواطنين العراقيين، ولم تتحدث ضمن الحدود الجغرافية للعراق بل تعدته إلى خارج العراق في تقديم هذه الخدمات الإنسانية. هذه الحاجة كيف ستكون أو تجعل الحشد هو مرتكز أساسي في هذه العملية؟ فقدنا الاتصال بالسيد ولي العبكاني. تسمعني أستاذ ولي؟ نعم. يعني دور الحشد حاليا في مدينة الموصل، يعني أول ما جينا ورا ما حررنا الموصل حقيقة كان لنا دور كبير جدا لتقديم الخدمات، ولو هذه يعني مو من عملنا، ولكن قمنا تقديم الخدمات إلى أهلنا وناسنا، يعني خدمات بأنواعها، يعني تبليد شوارع، تعاون مع المجتمعات، تعاون مع مثلا الدوائر الحكوميه، يعني قدمنا الكثير. كذلك هاي القضايا اللي كان يعني قضايا اضافيه مثلا. فاخي العزيز الاستاذ عزاني خلال قناتكم اريد ابعث يعني رساله الى كل ناسنا والى كل المستمعين والمشاهدين قناتكم بانه مدينه الموصل هذه مدينه الموصل حاليا لكم كل استقبال حشد.
كله على ثقه يعني. فاحنا بالنسبه لنا مدينه الفرصه يعني هسه كل مجالسنا عندما نقعد بين المواطنين باي مجالس عامه خاصه عندما تجي طار الحشد الناس تقول لولا الحشد لولا وجود الحشد في مدينه الموصل لانهار مدينه الموصل امنيا خلال اقل من 12 ساعه. فدور الحشد دور كبير جدا وكذلك طبعا احنا ما نقلل من دور تصفيه الجيش مو يعني دورهم يعني احنا مداومات للجيش ولكن هذا الشيء موجود يعني هذا الشيء متداول في فدور الحشد دور قوي جدا ومهم جدا. نعم. واحنا كاهالي موصل نطالب دوله رئيس الوزراء بان يكون له يعني اختصاصات خاصه في يعني يعني يكون هناك يعني جلسه برلمانيه خاصه لاعطاء قيادات الحشد صلاحيات كبيره جدا ومع يعني بحيث مسؤول الحشد او مدير هيئه الحشد له صلاحيه ان تستورد اسلحه مع الدوله اللي هي تشوفها يعني الدوله هي تختار يعني تكون يعني صلاحيات لها صلاحيات قويه في الحشد حتى نتمكن في صد العدو. يعني نعم سيد ولي يعني سمعت من خلال الاعلام قبل 10 ايام وبكثر تعرضنا الى عديد من يعني تعرضنا لعده هجمات ارهابيه من قبل داعش ولكن بفضل الله تعالى وبفضل لواء 30 يعني اول ما صارت تعرض طبعا انطينا الشهيد شيء انطينا اربع شهداء مع الاسف يعني ولكن بالمقابل يعني قتلنا الاجر داعشي في المنطقه اللي كان صار بها نعم وانتصارات يعني متواليه ان شاء الله تكون لكل فصائل الحشد الشعبي. اشكرك شكرا جزيلا السيد ولي العبكاني القيادي في اللواء 30 في هيئه الحشد الشعبي وشكر موفور لجنابك سماحه السيد عمار الموسوي من المديريه العامه للتوجيه العقائدي في هيئه الحشد الشعبي. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الاحبه. مجددا حياكم الله في هذا الملف ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ الدكتور طارق الزبيدي استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد. اهلا بك دكتور ضيفا كريما. وكذلك ارحب بضيفي الكريم السيد ياسر فراويله المحلل السياسي انضم عبر سكايب من مصر. اهلا بكم ضيوفا الكرام. ابدا مع حضرتك دكتور طارق، نتحدث عن الزياره الثنائيه للسيد السوداني لمصر خلال 10 ايام، يعني ما هي ابعاد أو 100 يوم عفوا، يعني ما هي أبعاد هذه هذا الاهتمام بالشقيقة مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة أنه هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، حيث جرى السيد رئيس الوزراء أجرى عفوا زيارة أخرى خلال مدة تقريبا 3 أشهر. نعم. إلى مصر. فضلا عن ذلك نعتقد أن العلاقات المصرية العراقية هي علاقات متميزة تقريبا، ونجد أنها دائما ما تتصف بالإيجابية، ولم نجد هناك عداء أو مشاكل واضحة تذكر ما بين العراق ومصر على مر التاريخ بالقياس إلى دول أخرى. ولذلك نجد أن عملية العلاقات هي علاقات تاريخية وعلاقات مصالح مشتركة، بمعنى أن العراق يحتاج مصر ومصر تحتاج العراق في نقاط مهمة كثيرة متعددة. ونعتقد أن طبيعة الزيارة وتوقيتاتها هي ليست بعيدة عن الحراك الموجود على المستوى الإقليمي والحراك الموجود على المستوى الدولي. هناك يعني انعطافة في العلاقات على مستوى الدول، لا سيما وأن هناك حراكا سياسيا في الشرق الأوسط واضح، بدأ منذ التقارب ما بين السعودية وإيران، مرورا بتقريب وجهات النظر ما بين الدول العربية وسوريا وعودتها إلى مقعدها الدائم في جامعة الدول العربية، وغيرها من الأحداث الموجودة في إطار إيجاد نوع من
يعني إيجاد نوع من السياسة الجديدة المتبعة في المنطقة. نعم. طيب أجدد ترحاب بحضرتك أستاذ ياسر فراوي لنتحدث عن الجانب المصري اللي كان حريص في هذه الزيارة على تمتين العلاقة مع العراق وذهبت القاهرة إلى أبعد من ذلك مع بغداد طالبت بالشراكة طويلة الأمد. أولا رحب بالقادم الكريم وليس الضيف لأنه صاحب مكان في وطني وفي بين أشقائي. ثانيا العراق مهم جدا بالنسبة للمصر وهذه الزيارة ليست زيارة تعارف أو جسد نبض أو استكشاف بل سبقتها عدة زيارات ودراسة مهمة ما بين السيد السوداني وبين القيادة المصرية. أيضا السيد السوداني ترك انطباعا مهما جدا على عكس من قبله يعني أنه جدير بالثقة وأنه ذو مصداقية وأنه قادر على تنفيذ الاتفاقيات والالتزام بها بين البلدين. أيضا هناك اهتمام كبير وحاجة للبلدين للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعصف باقتصاد البلدين في نفس الوقت. دكتور طارق يعني أشار عجبتني من الأستاذ ياسر فراويلة يقول أنه تبادل الثقة اللي تركها السيد السوداني عكس غيره وهذه إشارة أيضا واضحة أريد حضرتك تركز عليها. وبما أنه هذه الثقة المتبادلة هل راح تكون مسارات اتفاقات التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد واللي بلغت لحد الآن 11 مذكرة تفاهم راح تحقق التكامل والتنمية المستدامة في المجالات اللي اتفق الجانبين على تعزيز الترابط فيها والاستفادة من الخبرات المتبادلة؟ حقيقة تعزيز الثقة بدأ يزداد ما بين العراق والدول العربية بشكل عام وما بين العراق ومصر على نحو التحد يعني على نحو التخصيص. وأعتقد أن الشراكة ما بين العراق الشراكة الثلاثية التي بدأت منذ 2019 ما بين العراق والأردن ومصر أكيد يعني شراكة قائمة على أساس توحيد في المواقف. وأعتقد أن عملية تعزيز الثقة سوف تزداد إذا ما وجدت هناك رغبة من قبل جميع الأطراف لإيجاد التعاون. أعتقد أن عملية يعني التكامل الاقتصادي وإيجاد نوع من التقارب والمساعدة ما بين البلدين هي ممكنة وقائمة بالرغم من يعني قول البعض أن العراق لا يحتاج الدول الأخرى باعتباره بلد غني أو العكس صحيح بعض الدول لا تحتاج العراق. أعتقد من الخطأ القول أن دولة ما لا تحتاج دول أخرى بالرغم من وجود بعض المقومات اتجاه عند الدول معينة ولكن هناك مقومات أخرى هي بحاجة إلى استثمارها باعتبار أن عملية التكامل العراقي المصري يعني ذلك أنه سوف يكون هناك فاعل جديد في المنطقة باعتبار أن لمصر ثقلا عربيا واضحا على المستوى الإقليمي وأنها فاعل في جامعة الدول العربية وكذلك حتى على المستوى الدولي إضافة إلى العراق ومكانته وأن العراق يعني لديه رؤية مستقبلية لإيجاد نوع من الخطوط استراتيجية لا سيما طريق الحرير. وهذا الموضوع حقيقة يشكل نقطة مهمة مفصلية قد تساعد ليس فقط العراق تساعد المنطقة برمتها. فضلا عن ذلك هناك اتفاقيات مهمة بين العراق ومصر تتعلق بموضوع النفط مقابل الإعمار وهذه واحدة من أهم الاتفاقيات التي قد تستفاد منها كلتا الدولتين مصر والعراق. طيب أستاذ ياسر هناك من يتحدث أيضا عن مضامين هذه الزيارة بأنه قد تكون وساطة عراقية بين مصر والجمهورية الإسلامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خصوصا بعد توتر وجمود يعني طال العقود العقود الأربعة الماضية. شنو إمكانية هذا المسار إذا ما أخذ العراق دور الوساطة والجلوس إلى طاولة حوار؟ أولا الشقيقة إيران شقيقة مسلمة وشقيقة لها سلطة لها في المنطقة وهي لها دور استراتيجي كبير ويهمنا نحن كمصريين وكعمق إسلامي كبير لنا في المنطقة. العراق صديق وشقيق صدوق ويستطيع أن يقوم بدور الوساطة دون أي ضغط ودون أي تأثير بل بثقة وبصدق
للتقريب بين وجهات النظر بين القيادتين، وكضامن لألا تكون العلاقات مختلفة أو يشوبها أي تأثير، خاصة أن هناك موجة من تبريد المنطقة وعودة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية والإمارات وغيرها. وبالتالي نحن أولى، لأن مصر لها وجودها، ومهم جدا وجود دولة كإيران في علاقات طبيعية معنا، وأولى من أي دولة أخرى. أيضا العراق يستطيع أن يقوم بهذه الوساطة بشفافية وبساعة صدر وطول التبال، بل هو له ثقل وقدرة على التقريب، خاصة أن عمقه العقائدي ممتد داخل إيران، وعمقه القومي وغيره ممتد إلى مصر. إذن نحتاج إلى هذه حلقة الوصف لتقريب وجهات النظر بين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، ونتمنى ذلك بل نتطلع إليه. طيب دكتور، نتحدث عن فرص نجاح مسار تجديد هذه العلاقات بين مصر وإيران، ندرس التحديات اللي من الممكن أن تواجه هذه العلاقات إذا ما سارت ضمن مسارات التقارب والجلوس إلى طاولة الحوار. في الحقيقة نجاح الوساطات العراقية السابقة في تقريب وجهات النظر وحل الكثير من الأزمات، بدءا من تقريب وجهات النظر ما بين السعودية وإيران، فضلا عن تخفيف حدة الأزمة اليمنية، فضلا عن حلحلة بعض المشاكل العالقة بالأزمة السورية وعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وغيرها من الوساطات التي سجلت نجاحا وكان للعراق دور فاعل فيها. أعتقد كل هذه المحطات ساعدت وشجعت صانع القرار في العراق على ضرورة الذهاب إلى وساطات أخرى، باعتبار أن العراق كوسيط مرحب به، لا سيما إذا ما تكلمنا عن الوساطة المصرية الإيرانية. مثل ما تفضل الضيف الكريم أن العراق لديه مشتركات بين كلتا الدولتين، مشتركات على المستوى العقائدي مع إيران وعلى المستوى القومي مع مصر. وأعتقد عملية النجاح يرتبط إلى حد كبير بطبيعة المفاوضات وطبيعة الشروط المبحوثة. صحيح نحن لا نتفائل كثيرا في إطار حل الأزمات بشكل كامل، ولكن التخفيف حدة الأزمات وتخفيف حدة يعني التصريحات المتبادلة هو في حد ذاته إنجاز. صحيح يكون إنجاز أولي، ولكن بالمستقبل قد يساهم يعني تساهم هذه المفاوضات وهذه الوساطات إلى حل الأزمات الكبيرة. وأعتقد أن هناك شواهد واضحة منذ الاتفاق الذي جرى ما بين السعودية وإيران، تلتها اتفاقات كبيرة وتلتها تهدئة واضحة. المنطقة بدأت تشهد نوع من التقارب في وجهات النظر، بدأت تشهد نوعا من يعني الهدوء على المستوى السياسي وحتى على المستوى الإعلامي. نجد هناك يعني تخفيف في حدة الصراعات وفي يعني الرأي والرأي الآخر، أصبح هناك يعني وجهات نظر يعني متشابهة ومتقاربة لحل الكثير من الأزمات، ومن تلك الأزمات هي الأزمات الموجودة على رأسها هي الأزمة السورية والأزمة اليمنية. وأعتقد في المستقبل سوف يتم بحث الأزمة اللبنانية. نعم. طيب ما يتفضل به الدكتور طارق الزبيدي أستاذ ياسر حول دور العراق في تقريب وجهات النظر بين بعض البلدان، وأشار إلى الكثير من هذه المسارات في تقريب الوجهات وأخذ دور الوساطة، ونتحدث هنا عن واحدة من هذه من أهم الوساطات اللي كانت في استئناف العلاقات السعودية الإيرانية. هل شجع هذا الدور دور الوساطة العراقية، هل شجع مصر وإيران على القيام بذات الخطوة المشابهة؟ بالطبع الأمر كان يحتاج إلى شقيق يمتلك الثقة والمصداقية، والسيد السوداني أثبت أنه رجل دولة وأنه رجل شفاف لا يحمل أجندات ولا يمتلك عداوات أو أحقاد شخصية ولا يسعى إلى تسجيل نقاط، وبالتالي هو محل ثقة وحاز على ثقة القيادة في مصر. وبالتالي الاقتصاد هو من يتكلم هذه الأيام في ظل الأزمة العالمية. نحن نطوف أن تمتد يد التعاون بيننا وبين أصدقائنا، وهناك في إيران
سوق كبير جدا وكذلك العراق يحتاج إلى العمالة المتعطلة في مصر وإلى الخبرات المصرية الشفافة، خاصة أن كلتا الدولتين أو الدول الثلاث تحديدا تعرضت لموجة من الإرهاب المشترك، الإرهاب المدعوم من الخارج. أيضا لا تنسى العداوات مع العدو الصهيوني، أيضا عدم تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأيضا مطالبتها بالحسم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وسياستها تجاه الآخرين، جعل هناك أرضية مشتركة استفاد منها السيد السوداني في الوساطة. وإن شاء الله أنا أتمنى نجاحه وسوف ينجح أيضا. كمان يا رجل نحن لدينا مرافق مهمة تحتاج إلى الثوار الإيرانيين والعراقيين ونرحب بهم. طيب الدكتور أيضا نتحدث عن إذا ما كتب النجاح لهذه الوساطة، هل راح تشكل مسار كبير وتحول جوهري في خريطة التفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط؟ حقيقة الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة الحوار وفي حد ذاته يساهم في استقرار المنطقة. وأعتقد العراق يختلف عن جميع الدول باعتبار أن العراق يؤثر ويتأثر بشكل مباشر في جميع الأحداث الموجودة. وأعتقد أن صانع القرار في إطار وساطته يأخذ نظر الاعتبار أن هذه الوساطة إذا ما حدثت سوف تنعكس إيجابا على العراق. والعراق أيضا يعني لديه يعني تبادل تجاري مع مصر، ليس فقط على مستوى الوساطة، هناك تبادل تجاري مع مصر صحيح بالقياس إلى دول أخرى قد تكون هو تبادل محدودا. سنة 2018 أعتقد وصل إلى مليار ونصف مليار مليون دولار، ولكن هذا التبادل التجاري قد يزداد. فضلا عن ذلك العراق أيضا لديه مصالح في مصر باعتبار لديه الجالية العراقية في مصر جالية كبيرة، وصانع القرار أكيد يهتم لمتابعة شؤون مواطنيه ومحاولة إيجاد يعني أو تسهيل بعض الاحتياجات الموجودة يعني التي تحتاجها الجالية العراقية في مصر. وأعتقد هناك أيضا تحويلات مالية ما بين العراق ومصر، من مصر إلى العراق ومن العراق إلى مصر بشكل متبادل، لا سيما أن في العراق أيضا هناك جالية مصرية أعدادها ليست بالقليلة. ولذلك جميع الدول هي تبحث عن مصالحها، وصانع القرار ويحاول أن يدافع عن المواطنين المتواجدين في تلك الدولة. وأعتقد أن الزيارة هي سوف تكون متعددة الأطراف، فيها جانب سياسي وفيها جانب اقتصادي وفيها جانب أمني، وأعتقد الجانب الأمني أيضا جدا مهم باعتبار أن قضية الإرهاب ومكافحة الإرهاب هي قضية ليست شأنا محليا فحسب، وليست هي شأنا أقليميا فحسب، بل هي شأن دولي. وبالتالي عملية انتقال المعلومات وعملية التنسيق المشترك المتبادل ما بين العراق ومصر قد يساهم أو يساعد العراق في عملية مكافحة الإرهاب من جانب آخر. طيب أستاذ ياسر، نتحدث اليوم عن المعادلات ليس فقط الأمنية في الشرق الأوسط، ولكن حتى الاقتصادية من التنمية وغيرها. توطيد هذه العلاقات وحل الخلافات والانتقال كما أشار الدكتور الزبيدي من حالة الصراع إلى حالة الاتفاق، مدى أهميتها في هذا التوقيت بالذات، وشون راح تأثر على تحسين الوضع الاقتصادي المؤمل أن يكون حاضرا في الفترة المقبلة؟ اولا الغرب الحاضر بقوه ممثلا في امريكا وبريطانيا في المنطقه استفزه التمدد الصيني، ولن يسمح بتمدد اقتصادي صيني يستفيد منه على حساب دول الخليج او العراق او غيرها. وبالتالي المرشح الاول للاستفاده من هذه العمليات الاقتصاديه والاعمار في العراق دولة شقيقة وقريبة وعملتها خفض التكاليف كمصر، أيضا تمتلك تكنولوجيا تحل محل الصين دون أن تسبب مشاكل مع الغرب. إذا العلاقات الاقتصادية المهمة بين الصين بين العراق ومصر في هذا التوقيت مرشح بقوة للنمو والازدهار. ايضا مصر طواقه لسوق العماله وسوق البناء في العراق،
أيضا تدريب الكوادر لديها معاهد تكنولوجية ومصانع مهمة جدا، مهمة لتدريب الكوادر العراقية وقريبة منها. ولذلك أنا أستغل الفرصة حتى أوجه الدعوة للسيد السوداني لبحث موضوع الطلبة والوافدين العراقيين حتى تنخفض تكلفة دراستهم في مصر، خاصة أن نتيجة ارتفاع هذه التكلفة هاجر الطلبة إلى لبنان وغيرها، ونحن نحتاج إلى عودتهم إلى أحضان مرة أخرى للاستفادة المشتركة بيننا وبين العراق. فهي فرصة مهمة جدا لدراسة التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه والاستفادة من هذه الخطوات الكبيرة التي وصلت إليها في الإعمار وفي التكنولوجي في فترة الاستقرار السابقة، وبالتالي قد تكون مفيدة جدا ويحتاج العراق، وهي مفيدة للاقتصاد في البلد. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ياسر فراويل المحلل السياسي، انضممت معنا عبر سكايب من مصر، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات، والشكر كثير لحضرتك الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.